تربية الأطفال وما أدراك بتربية الأطفال ليست أمرا سهلا. غالبية أولياء الأمور يحاولون توفير كل ما يطلبه أولادهم، لكن مع الموازنة وعدم الانصياع ولرغباتهم طول الوقت، فالإفراط في المنح قد يوجد طفلا مدللا، وهو ما يعرف بحسب أطباء علم النفس بمتلازمة الطفل المدلل. نتحدث في هذه الفقرة عن هذه المتلازمة وتأثيراتها على الطفل حاضرا ومستقبلا. يسعدنا دائما أن تنضم لنا دكتورة سارة عبد الكريم، عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان، متخصصة في الطفولة ورياض الأطفال. تو منور الاستوديو بكي. الله يسعدك حبيبتي دكتورة سارة، وحشتونا. هلا. انت وحشتينا اكثر، وكثير من المشاهدات عندهم ثقه كبيره دائما بما توجهين وخبرتك الكبيره في مجال الطفوله. اكيد اشكرك. ايش مشكلتنا مع الطفل المدلل؟ اولا اشكركم على انتقاء الموضوع هذا، لانه نادر ما احد ينظر له على انه مشكله. هو مشكله، طفل نحب كثير ونعطيه كثير، وين المشكله بالضبط؟ ينظرون إلى أن الضرب مشكلة، العنف مشكلة، الحاجات الحرمان مشكلة، بس ما نظروا أن هذا هو العكس، وبالتالي كيف يصير مشكلة؟ حقيقة نحن ننشئ من خلال التدليل شخصية غير سوية، وقلتي الكلمة السحرية غير متوازنة، أعطيتي كبيتي 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 إلا أن يكون له تأثير سلبي. التأثير السلبي الأول أن الطفل هذا يكون عنده قيمة الأنا غير واقعية، ينظر نفسه ويشوف روحه أنه أهم إنسان على وجه الأرض والكون، لأنه ما اعتاد أنه ماما بابا جدة الخوال العمان يركضون لمراضاته لإرضائه لإشباع حاجته. أوفر، هو كل شيء عنده أوفر. كلمة لا لا يسمعها، ونسمعها كثير من الأمهات تقول لي طلباتها أوامر، ما نقولها لا، على بالها الحين واو احنا مشبعين حاجته، انه هو انتم ضريتوه، لانه لما في بيتكم حلو مبسوط، بيت ولدكم مو بعايش بيتكم الابد، مصير يطلع للروضه، يروح للمدرسه، يروح العمان، يروح خواله، ويتعب نفسيته لانه هم ما بيراكضوا لارضائه زي ماما وبابا بتركض. يبغى يصير الاول في الطابور، نو، في 20 غيرك لهم دور. يبي يصير الاول الاكثر الاكبر الاحسن الاسرع، لا 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 لا، وينصدم إنه مش المعزز، مش المقدم، مش المتصدر، فتتعب نفسيته. والأدهى والأمر إنه نمو اللغوي مستواه الاجتماعي متأخر. ليه؟ لأن ما عنده لا حدود ولا ضوابط ولا حقوق الآخرين. أنت أنا كواحدة طفلة مدللة ما يهمني حقوقك، باخذ اللي عندك وبأنتزع. طب دكتورة سارة خليني أرجع لك خطوة لورا عشان أفهم يعني إيش مدلل، إيش المؤشرات؟ يعني هل أنا لما تيجي بنتي تبغى آيباد زي صحباتها اللي موجودين معاها في المدرسة وأروح أشتري لها الآيباد وأجيب لها أحسن آيباد، هل أنا كذا قاعدة أدللها أم قاعدة أسويها بالمجتمع وبالبيئة اللي هي موجودة فيها؟ جتني بعد يومين قالت أبغى، وكل يعني أنا قاعدة أشوف لو قلت لها لأ، لو قلت لها لا قاعدة خليها أقل من الناس اللي حواليها. أوكي، هل في حدود أم أنها تطلب ويلبى تطلب ويلبى تطلب ويلبى ولا تعرف أنها تحترم أي حدود؟ ما في حدود، ما عندها حدود، هذه المشكلة. الطفل المدلل ما عنده حدود، كل أبيه الآن الآن الآن، وتفزع الدنيا لو أنتم ما ركضتوا تلبونها وتنظرون. والمصيبة أنكم أنتم تنظرون أنه كلمة لا تتعب نفسيتها، ما بيها تتعب، يا حرام ما بيها تصيح، ما بيها تتعب نفسيتها. يا كثر ما أسمع خاف تتعب نفسيتها، والضحايا حقونها ما تعبوا نفسيتهم. ما يهموني أنا كأم أنا ما يهموني، بس أهم شيء بنتي تكون مبسوطة. برافو عليك. عشان كذا، لأن أمها وأبوها غالبا ما يهمهم ضحايا طفلتهم، إحنا نتكلم عن ضرر البنية. وش نقولهم؟ متأخر اجتماعيا، ما عندها أصحاب، لأنها ما عندها احترام لحقوق أصحابها، تأخذ ألعابهم طقهم، تقول لهم كلام مش لطيف، ما يهمها مشاعر أحد، قيمة التعاطف لديها صفر. طب يا دكتورة عادي، هي طفلة بكرة تكبر وتتعلم، الحين بس خليها تعيش طفولتها. كثير من الأمهات يقولون هذه الجملة، خليها تنبسط، خليها الحين طفلة، شلين راها شو فهمها هي شوية يعني تكبر إن شاء الله بتعرف الحدود وبتفهم إنه هذا حق غيرها وهذا هذا، لكن الحين خليها تنبسط. إيش نقول للأمهات اللي تفكر بهذه الطريقة؟ بالضبط كأنها شجرة غرست معوجة، مش حتتعدل من نفسها، تتعدل بمجتمع يشتغل من حولها. فنتعدل هي صغيرة ولا نتعدل هذه الكبارات، أو
ننتظر لحد ما تصير إنسانة نرجسية ورجل نرجسي ويتطلقون وبعدين يتعدلون، ما في حد يتعدل. صحيح. إحنا نصنع شخصية نرجسية بالدلع، نصنع شخصية نرجسية قاعدين نقول طفل أنت أهم شيء وأنت المعظم وأنت المقدس وأنت المتصدر. طب دكتورة خليني أخذك، طب إيش هي المعادلة الموزونة بين إني ما أطلع طفل محروم، طفل حاسس يعني من كثر ما قلت له لا 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 أخاف يطلع ضعيف الشخصية، يطلع ينظر للناس إنه عندهم هو ما عنده، هل هذا النقيض؟ إيش كيف أوكي. أعرف اتزان تربية الطفل بطريقة سليمة؟ فيه التدليل المادي وفي التدليل غير المادي. غير المادي مثلا أنه كل شيء يأمره أنه ينفذ له، المادي كل ما يطلب يحقق له. فأنت مقتدرة وقادرة تشترين آيباد كل يوم جديد، لكن تعرفين أن هذا الشيء بيضر بنتي لأن ما حيكون عندها أي وعي مالي. إذا ممكن أقول لنفسي أنا حأشتري جهاز واحد جديد كل سنة، لعبة جديدة كل شهر، وحضع ميزانية، ومش بس كذا حضع لها مصروف هي من تستطيع أن يجمع المال ينظم ويخطط، ولما يجتمع عندها المبلغ هي اللي حتشتريه. طيب خليني كمان يعني حبيت هذه الطريقة كثير، لكن ماذا لو أنا وأبوها مش متفقين؟ أنا أبغى أتزن وهو قاعد يدلع. أوكي وشفتها غالبا تصير ما في، مش هيصلح حال بنتنا بهذا الشكل، لأنها كل ما ماما قالت لا راحت لبابا. إذا كأنك تسأليني أنا ما أبي بنتي تكون بدينة لأن البدانة مرض، لا فأنا ما أعطيها حلويات بلا مقدار، أنا عندي كاندي واحد بس أبوها يعطيها بس أنا لا، بس أنا لا. إذا البنت بتسمن ولا بتسمن؟ بتسمن لأن أبوها يعطيها. حكاية أن ماذا نصب في طفلنا ما يهم ماما ولا بابا، في أحد قاعد يعمل. المشكلة وأنا أجد أن كثير يجد فيها صعوبة هو اتفاق الأبوين على الطريقة، واتفاق الأبوين من هو هيكون الوجه المبتسم ومن هو الوجه الغضبان، وكيف تتبادل الأدوار. لأنه أحياناً يجي مثلا الأم كل ما شدت والأب جاء انبسط، تخاف من شعور الميول العاطفي الأطفال هالأب ويكرهونها، فتبدأ تستسلم وتبدأ تتنازل وتمارس نفس سلوك الأب عشان ما يكرهوني، يصيرون يحبون أبوهم وما يحبوني. صحيح. فنلقى أن العملية الاثنين اتفقوا على الدلال. صحيح. إيش تقولي للأم اللي ممكن تضعف وتروح لقرار أن هي تكون زي الأب اللي تدلع؟ أنا بس ودي أنهم يفكرون 10 سنين قدام إيش قد ضروا طفلهم، أن الطفل غير محبوب، ما له أصحاب، غير محبوب. هل هذا هو الحب؟ حبي أنا له أني أصنع وأنشأ شخصية مكروهة. هل يرى الأباء والأمهات هذه النظرة دكتورة؟ لا، وش يقولون؟ ما يشوفونها، ما يشوفون أن طفلهم مش مرغوب في اجتماعيا. أنتم اللي ما تعرفون، أنتم اللي خسارة، اللي ما تقول أنتم صديق ولادي، أنتم الخسرانين أصلا، ما قدروا، غيرانين منه. غيرانين منه، إيه غيرانين من بنتي عندها كل شيء، هم كارهين لأن الغيرة مقطعتهم. فنلقى فيكم أنتم البلاء اللي ما قدرتوا الكنز اللي اسمه بنتي أو ولدي. هذه نرجسية أم وأب، هذه تنعكس، هيطلعوا طفل نرجسي. شكرا لك. وهذه طيب خليني أخذ معك الآن للحلول. أنا أم أدركت أني أنا وقعت في فخ أو في مصيدة الدلال، وبنتي الآن مدللة وأبغى أقوم الموضوع، إيش الخطوات؟ هل تستطيعين تحمل أن تبكي؟ بيوجعني قلبي عليها. أربطي على قلبك؟ إيه. وخليها تبكي لأنها بتبكي لأنها ما تعودت أنه يقال لها لا. ويحكي تنقهر، يعني هتنقهر بنتي، مش هتموت. منقولها ميب ميتة، بس أنت لو تتحملين بكاءها وخليها تبكي. وأنا ما قلت لك عمري ما حاشتري لك اللي طلبتي، أنا اللي قلته الشهر الجاي إن شاء الله، أو قلت جمعي فلوسك، عندك عيديات، عندك جحيات، عندك مصروف، جمعي ماما. أنا ما قلت لا. إذا ارتفع السلوك الغضب، بهو أنا اللي طلعت طفل غاضب لأني أنا عودته ما في شيء رد له، أنا اللي طلعته، فأنا ضريت طفلي. طب صحيحي لي دكتورة، بعض الأمهات تبدأ تأخذ نية تحسين السلوك، وهبدأ أني أقاوم دلعها، وأول ما تبدأ تبكي وتنهار 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 أقوم أنا شو أسوي؟ أتنازل وأسويها، ضاعت مني الفرصة، لأنه مرة ثانية لما أحب أشد ما هتعطيني وجه بنتي. صححي لي. 100% صحيح، كلام سليم ولا أزيد عليك. طيب أعطيني خطة خطوات
أقوم فيها نفسي كأم أو أقوم فيها نفسي كأب عشان أقدر أنت. خلينا نتكلم الآن عن أم وأب عندهم بنت عمرها 7 سنوات مدللة. أيوة. يعني أدركوا الآن أن البنت بدأت شخصيتها تتجه إلى الشخصية النرجسية، إلى الشخصية الأنانية، إلى الشخصية اللي تدور حول نفسها. إيش الخطة السليمة للأب والأم؟ وهل المدرسة ممكن يكون لها دور في ذلك كون أنها بدأت تنتقل من مرحلة إلى مرحلة عمرية؟ المدرسة من أكبر أصدقاء الأسرة لأنهم يهذبون سلوك الطفل. لكن إذا جت وعادة بصراحة لما تبدأ المشاكل في المدرسة لأن الطفل غير اجتماعي وسلوكه لا اجتماعي فيبدأ يغلط على فلان وفلان وفلان، المدرسة غالبا تنادي الأم وتقول نحتاج نشتغل على طفلك. فإذا كانت هي إنسانة ذكية ويهمها فعلا طفلها هي حتتغير. إذا المدرسة تشتغل من ناحية والبيت يشتغل من ناحية وكلهم صح حيتغير الطفل. الطفل المدلل هو طفل عديم الضوابط، اضعوا ضوابط، وقت القوم، وقت النوم، وقت الاكل، مقادير، كلش بمقادير، كلش بوقته، كلش موزون، مش كلش دائما لا نعم 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 نعم. حتسمع لا، لكن حتى واحنا نرفض الطلب قاعدين نقول متى حيكون مناسب. واحيانا مش مناسب ونشرح ليش. رضيتي رضيتي، ما رضيتي وحبيتي تبكين مش حتموتي. مش حتموتي، هذه اللي لازم نأكد للأمهات إن ما في أحد يموت من قلة الدلال. لكن دكتورة لو الآن خليني أقول أنا أم، بس في أحد بيفشل من كثرة الدلال. هذه اللي تفضل. خليني أقول الآن بنتي مش مدللة وأنا أم كنت متزنة أو طلعت بنت سليمة، انتقلت إلى مرحلة المدرسة أو خليني راحت إلى مرحلة المراهقة وبدأت تشوف الناس المدللين وبدأت تلومني كأم أنت ما سويتي لي، بدأت تفهم الموضوع غلط انه انت وين ما سويتي لي وما سويتي لي وما سويتي لي وما سويتي لي. ماذا لو شعرت بنتي بالنقص في مرحله واعتقدت ان الدلال اللي حرمت منه كان في غير صالحها؟ انت بنتي ابحاورك، هل اني ما احبك؟ اكيد تحبيني، بس انت ما اعطيتيني الاشياء اللي زي صديقاتي. انا اروح المدرسه اشوف صاحبتي لابسه ساعه ابل، انت ما جبتي لي هذا الحب. لا انا ابغى زيهم. تبغين زيهم؟ نشتغل أنا وياك إن نحقق هدف، بس إني أطلع اليوم. بس هي أمها جابتها لها هدية في عيد ميلادها، أنت في عيد ميلادي وديتيني ماكدونالدز. سألت، نقدر نتفاهم، أقدر أتكلم معك ونشوف إيش تبغين ونحط خطة أنا وياك، خطة مالية علشان نشتريها. بس هم ما قالوا لها، ما قالوا لها إن إحنا إن بناخذ منك فلوس، هم عطوها فلوس، أنت ليش تاخذين مني فلوس؟ طيب ممكن إني أنا أخطط ماليا، بس أنا الآن ما أرى أنه مناسب أني أطلع اليوم أشتريها، ويمكن ظروفي المادية ما تسمح لي الحين أخذها، ممكن مثلا بعد كم شهر. طب دكتورة سارة، تحسي أن هذه الحديث وهذه الحوارات مع الأطفال في السن أحيانا الأم تكون مثلا ما لي طولة بال، يعني مع احترامنا للتربية الحديثة بعض الكف يلا يب يا هذه المشكلة، يعني قاعد تأخذ وتعطي معي وأنا ما عندي ردود لك. أنت كنت تريدين أوكي لبنى، انت قاعده تكررين معي نفس الكلام انا ترى لسه حكيت معك فيه، يعني ليش متى يقل صبري معك؟ اذا انت كابنتي لبنى قمت تكررين نفس الكلام. لا بس هم يحبونها وجابوا لها يحبونها. أيوة. لبنى تكلمنا الان وقلنا حكينا في هذا الشيء، فاذا انت حابه تعيدين في نفس الكلام انا اعتذر. تبين نتكلم في الموضوع؟ شيء جديد عندك؟ جيب. إيه لأن أنت هم أهلها يحبونها أكثر وأنتوا ما تحبوني. يؤسفني وأخذ هذا الانطباع. يؤسفني أنك تحسبيني ما أحبك لأني ما طلعت شريت الأبل. طيب متى تجيبينها لي؟ حسب الظروف. لا أبغاك تقولين لي الحين. بهذا الأسلوب، بهذا الأسلوب معليش أنا غير مضطرة أني أركض أجيبها وأنت أسلوبك معاي بهذه الطريقة. دكتورة سارة أنت قاعدة تتكلمي بطريقة كثير من الأمهات يشوفوني يقول أنا ما عندي طاقة لهالحوار. هذه المشكلة، ما عندي طاقة أقعد أسولف معاه ويستفزني. بس عندهم الطاقة يصرخون في وجهه ويخسرون بنتهم، وخاصة في السن هذا إذا بتصرخين فيني أنا بروح لغرفتي وبسكر ما بيأكل معكم ولا أناظركم ولا طالعكم وقعد شهر في غرفتي. إذا المراهقين محتاجين صبر. والله دكتورة سارة صراحة أنا يعني هذا الحديث أعتقد كثير من الأمهات الآن قاعدين كذا ويسمعون يقولكم كأنكم تتكلمون عني. حديث شيق والموضوع كان مهم، وكنت أتمنى تكون هذه الفقرة أطول لأنه كثير من الأمهات إحنا أنا عارفة قاعدين نضغط على جروح في قلوبهم وقلوبنا معاكم صراحة. شكرا دكتورة سارة. شكرا على لكم. وجودكم. شكرا جزيلا. بارك الله فيكم. مشاهدين أكيد مكملين معاكم باقي الفقرات ولكن بعد الفاصل. بعد الفاصل لتجنب شتات سن 20
شذى النفيسة تقدم مجموعة من النصائح والإرشادات.